تمرين 39 بيّن إذا كان الرمز تساوي يتعلق بمساوية أو بمساواة أو بمعادلة. A عبارة جبرية، هذه مساواة. هل يوجد إكس بحيث؟ هذه معادلة هدفه التفرقة بين معاني إكس وتوضيح صفحة 117. إذا كتب هكذا معناتها عبارة جبرية ظهرت في البيامات السابقة. هنا تساوي تعبر عن مساواة. هل يوجد إكس بحيث؟ هنا تساوي تعبر عن معادلة. البيامات السابقة ظهرت هذا الكلام، هذا ظهر في البيامات السابقة. لو نختار مثلا 2018، نختار رياضيات، تحقق من المساواة. هذه مساواة، تحقق من المساواة. وهنا يقول لك حلل العبارة. لاحظ هنا المساواة والعبارة. إذن هنايا العبارة، هنا كاين مصطلحين، كاين المساواة ولا معادلة. معناتها كاين عبارة ولا كاين مساواة. في الأهلية يقول لك المساواة ويقول لك العبارة. إذن هنايا المقصود هو هذه الملاحظة هذه. لاحظ هنا استعملها مرتين، تساوي هنا تعبر عن مساواة، وهنا تعبر قد تعبر عن معادلة، قد تعبر عن معادلة، قد تعبر عن مساواة. انتهى التمرين 39.